السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني الكرام، معكم أخوكم جيمر كات على قناة جيمر كات. اليوم كما ترون في هذا الشرح سوف أقوم بشرح لكم موقع اسمه أفيفا كوينز، موقع مضمون 100%، موقع رهيب جدا. هذا الموقع يبيع الكوينز بدون حظر أو بدون شيء من هذا القبيل. ما علينا أن نفعل إخواني الكرام هو أن نقوم بالدخول إلى هذا الموقع. الموقع كما ترون في الصورة، الموقع هو أفيفا كوينز. هذا الموقع يبيع الكوينز. الكوينز هي عملة معدنية تمكنك من شراء بعض الحاجيات لك في فيفا ألتيميت. لكي تقوم بإنشاء فريق موسمك الجديد. أوكي. كما ترون إخواني الكرام، أول حاجة نقوم عند دخولنا الموقع نقوم بهنا أو عفوا ننتظر بعض الشيء. نعم، نقوم بالدخول. أول حاجة نقوم بالدخول إلى الموقع. عندما نقوم بالدخول إلى الموقع إخواني الكرام، نقوم بهنا نضغط على دخول أو تسجيل، نقوم بتسجيل حساب جديد. كما ترون إخواني الكرام، الموقع يدعم اللغة العربية. أهم شيء أن الموقع يدعم اللغة العربية. الموقع سهل جدا، سهل 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 سهل. يعني هنا نكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بنا. أنا مثلا زكريا تيري جيمر كات أروباسك جيماي بوان كوم، يعني دوت كوم. هنا نقوم بتأكيد عنوان البريد الإلكتروني، يعني عفوا هذا عنوان البريد الإلكتروني كان يعني منسخ، نقوم بنسخه عنوان البريد الإلكتروني مثلا، نقوم بلصقه هنا، ثم نقوم بكلمة السر، يعني كلمة السر، ثم نقوم هنا بتأكيد كلمة السر. هنا الهاتف الخاص بنا، مثلا أنا في المغرب، زائد 212 6. هنا نقوم باسم المستخدم، يعني اليوزر نيم مثلا جيمر كاب، ثم نقوم بالضغط على تسجيل. عند تسجيلنا في الموقع نقوم بالدخول الى هنا دخول. انا مسبقا اخواني الكرام قد قمت بالتسجيل في الموقع سابقا. الموقع عند تسجيلك في الموقع سوف ترى كأنك تسجلت في الموقع، سوف يرسل لك رسالة عبر البريد الإلكتروني لكي تقوم بتأكيد البريد الإلكتروني. ثم هنا سوف ترى أن البريد الإلكتروني قد تم وضعه هنا. كما ترون إخواني الكرام أن هذا الموقع يدعم كل الأجهزة، مثلا كالسوني 4 والسوني 3، الاكس بوكس 360، اكس بوكس 1، والسويتش، والبي سي، والوي اس، والاندرويد. يعني سوف اقوم بشرح، انا شخصيا عندي البي سي، سوف اقوم بشرح شراء الكوينز على الحاسوب، لكن نفس الشرح مطبق على جميع الاجهزة. نقوم بالضغط هنا على هذه الصورة، اي صورة الحاسوب، ننتظر بعض الشيء. نعم، هنا يعطينا خيارين. الخيار الأول إخواني الكرام Player Auction، يعني أنت تقوم ببيع لاعب للموقع، والموقع يعطيك الكوينز، يعني الموقع يعطيك الكوينز، لكن الضريبة هي 5%، 5% يأخذها الموقع. هذه من ناحية أنك أن تريد أن تبيع لاعب يكون قيمة سعره مرتفعة جدا. وإذا كنت أن تريد أن تشتري الكوينز، نقول الكوينز بالنقود أو بالدولار، نقوم بالدخول على هنا، نقوم بالضغط على Comfort Trade.
هنا سوف يتطلب منك حسابك أوريجين، ثم الباسورد، ثم الكود سيكوريتي، يعني الكود سيكوريتي فيفا التيميت تيم، والباك كود. سوف أشرح لكم هذه الحاجيات إخواني الكرام. عند تقوم بشراء الكوينز، بحال مثلا سوف نقوم بشراء كما ترون ان الكوينز، وان السعر رخيص جدا جدا اخواني الكرام. مثلا 10,000 كوينز تقوم بشرائها ب$1.41. نقوم بتسوق الان، مثلا اريد الشراء 10,000، نقوم بالضغط على التسوق الان. اوكي نعم، سوف يتطلب منك هنا كتابة كود الخصم. كود الخصم إخواني الكرام هو 5% إذا قمتم بشراء الكوينز، إذا كنتم تريدون شراء الكوينز. سوف تجدون كود الخصم في الوصف، سوف يعني تخصم منكم 5%. كود الخصم سوف تجدونه في الوصف. هنا اسم الزبون، يعني اسمك يعني مثلا زكريا سامع. هنا بريد الالكتروني، البريد الالكتروني الخاص بي مثلا، وهنا رقم الهاتف، وهنا طريقة المواصلة، طريقة الاتصال بك، كيف يريدون ان يتصل بك، يعني عبر سكايب او عبر الفيسبوك او عبر تويتر او اي حاجة اخرى. اوكي، معلومات الحساب الخاص بك، يعني معلومات كيف يعني ان تعطيهم معلومات الخاصة بك لكي يرسلون لك الكوينز. وهذه مهمة، هذه مهمة جدا اخواني الكرام. اول حاجة تعطيهم البريد الالكتروني الخاص بأوريجين، وكلمة المرور، وكلمة المرور الخاصة بأوريجين، وكلمة سر الأمن الخاصة بفيفا ألتيميت تيم. وهذا الكود، يعني الكود الأول والثاني والثالث. سوف تجدون هذه الصورة الموضحة لكم، سوف تجدون كيف أن تقوم بإيجاد هذه ثلاثة الأكواد. هي في الأوريجين كله، يعني كل شخص عنده ثلاثة أكواد سوف يعني تمنح لهم هذه الأكواد. بالنسبة لطريقة الدفع إخواني الكرام، هنا الباي بال، فيزا كارت، ماستر كارت، ثم تقوم بالضغط على دفع، يعني وسوف يرسلون لك يعني تكلمهم، يعني الاتصال عبر سكايب او عبر فيسبوك. وانا افضل اخواني الكرام انك تقوم بالاتصال عبر يعني طريقة المواصلة عبر الفيسبوك، لان طريقة المواصلة عبر الفيسبوك هي كل يعني ما يعني الكثير، كلنا عندنا فيسبوك، يعني طريقة المواصلة عبر الفيسبوك تكون اسهل جدا جدا. نعم، وإذا كنت تريد أن تقوم بالاتصال لديهم عبر أي شيء، أو تسألهم في أي شيء، أو تقوم بتفسير شيء غامض عندك، أو تريد أن تقوم بتفسيره، قم هنا بالضغط على هنا على الفيسبوك. هذه الصفحة الصفحة الخاصة بهم. أوكي، الصفحة الخاصة بهم. قم بتسوق الآن أو إرسال رسالة إذا كنت تريد أن تقوم شيء غامض عندك. قم بإرسال رسالة عندهم، وهم سوف يعني يبعثون لك رسالة أنك قد قمت بإرسال لهم رسالة عبر شراء الكوينز، أو شراء من هذا القبيل، أو تفسير في شيء تريده. نعم، هذا كله إخوان الكرام الموقع، أو يعني كما ترون أن الموقع يدعم اللغة العربية هي يعني أسهل. وهذا كل شيء. ولا تنسوا أن الكود الخصم في الوصف. الكود الخصم هو 5%، هو اسمه كات
سي أ تي كما ترون في الصورة، يعني كود الخصم يعني يعطيك 5%. هذا مكان إخواني الكرام إذا كنتم تريدون شراء الكوينز، وشراء الكوينز يا إخواني الكرام أقول لكم شراء الكوينز مضمون 100%، وأنا جربت هذا الموقع يعني مضمون 100%. الموقع رهيب جدا، مضمون فيه 100%. والموقع أهم حاجة في الموقع هي سرعة الأداء إخواني الكرام، هي سرعة الأداء إخواني الكرام. إذا كنت تريد أن تفز يعني إذا كنت تسأل عن شيء أو تفسر شيء، فقم ب يعني قم بكتابة أي شيء في التعليق أو أرسلني عبر الفيسبوك الخاص بي. هذا كله إخواني الكرام، معكم أخوكم زكريا، وإلى اللقاء، نلتقي في حلقة أخرى في الفيفا Ultimate Team أو الفيفا Champions. أستودعكم الله، كان معكم جيمر كاب. Peace.